التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال هذه الانطلاقات والمنافسات وتحديات هذا الصباح الخاصة بسن الإجداع وانطلاقات شعارات أصحاب السمو والسعادة. نتابع انطلاقة شوطنا الرابع عشر مشاهدين الكرام الذي انطلق قبل لحظات. نتابع هذه الانطلاقة ونسير مع هذه الأسماء وهذه الشعارات. لأتابع هناك البداية، أتابع مقدمة الشوط والصدارة هنا من خلال هذه الأعداد. أسير إلى البداية، أتابع هناك أول المراكز هناك مع شوشرة على مقدمة الشوط لهجن الشحانية سالم بن جابر بن فاران، هناك يتابعها على أول المراكز شوشرة. ثاني الأسماء، أتابع انطلاقة ثاني المراكز في هذه اللحظات. وصول من سيدة لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، وثالث الأسماء، وتابع استطاع هنا أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير، يتابعها هنا مع ثالث المراكز. ورابع الأسماء هنا القدوم من وقار على رابع المراكز لسمو الشيخ زايد بن المر بن المكتوم، هنا ايضا من تنطلق مع رابع المراكز مشاهدينا الكرام احمد بن علي بن عامر العويسي يتابعها في رابع المراكز. وخامس الاسماء، وتابع وصول في هذه اللحظات من قناعه لهجن الشحانيه وحمد بن علي بن حلفان، هنا يتابعها في خامس المراكز. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام هكذا النداء للخمس المراكز الأولى، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى البداية هناك والصدارة مع سيدة على مقدمة الشوط لهجن الرئاسة هناك مع البداية مع الصدارة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي هناك مع انطلاقة سيدة. ولكن أتابع ثاني المراكز شوشرة لهجن الشحانية، هنا يتابعها الذهبي سالم بن فاران المري. وثالث المراكز، أتابع القدوم والوصول هنا من وقار، وصلت مع ثالث المراكز لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم علي أو أحمد بن علي بن عامر العويسي، يتابعها هنا مع ثالث المراكز. ولكن هناك من الجانب الآخر، أتابع وصول استطاع هناك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير، يتابعها. ولكن شوف القادمة هنا، وصلت طماعة لهجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري، هنا من انطلقت في هذه اللحظات وغيرت هنا مع مجريات هذا الشوط. إذا مشاهدين الكرام هكذا النداء، هكذا أسماء، ولكن الله هي البداية، الله هي البداية. هنا أتابع طماعة أيضا من انطلقت بدورها إلى البداية إلى مقدمة الشوط لهجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري، تابعها في البداية والصدارة طماعة هناك مع مقدمة الشوط. ولكن استطاع هنا قادمة مع ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير، هنا تنطلق مع ثاني المراكز. والثالث الأسماء، هنا سيدة لهجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن أتابع القادمة في هذه اللحظات ووصول من وقار لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوم أحمد بن علي بن عامر العويسي، هنا مع رابع المراكز. وخامسا هناك أتابع شوشرة لهجن الشحانية مع سالم
بن فاران المري هناك خامسا في هذه اللحظات، ولكن الاسم القادم والوصول من شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري هنا ايضا ينطلق ويقدم شواهين مع خامس المراكز. هكذا النداء متابعينا مشاهدينا الكرام، ولكن الله 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 يا طماعه طماعه، هنا غادرت اعلنت التواجد اعلنت الانطلاق على مقدمه الشوط لهجن الرئاسه. الله يا طماعه، هناك مع المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. الله من يتابع من يتابع طماعه وانطلاقتي طماعه على البدايه وعلى المسار الى اول بانفراد هناك على مقدمه الشوط، ولكن الله اتابع القدوم هنا من وقار لسمو الشيخ زايد بن المره المكتوم احمد بن علي بن عامر العويسي، ولكن من تقدمت شواهين في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري هنا ايضا قادم في هذه اللحظات ينطلق مع شواهين يغير الى ثاني المراكز. ولكن شوف شوف القادم وصلت الى اسماء، بدا الهجوم هناك رابع المراكز وغزوه بدات في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم خالد بن المر بن سعيد بن حلوه هنا ايضا قادم مع انطلاقه رابع المراكز وخامس الاسماء. عادت شوشرة لهجن الشحانية سالم بن جابر بن فاران، وصلت الأسماء وصلت الشعارات. الله هي القادمة أسرار أسرار قادمة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، ولكن طماعة طماعة هناك على مقدمة الشوط على البداية على المسار الأول تصنع هذا الفارق الكبير ما بين وما بين بقية المراكز. الله طماعة طماعة على مقدمة الشوط لهجن الرئاسة راشد بن محمد باسم المنصوري هناك ينطلق ويقدمها في هذا الشوط هناك في الصدارة في مقدمة الشوط، ولكن أتابع القادمة وصلت عالية وصلت عالية لهجن الرئاسة. وصل أيضا هنا مع أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي قادم أيضا مع ثاني المراكز، وهناك أتابع العفريت لهجن الرئاسة وصلت مع ثالث المراكز محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن وصلت هيبة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي هنا قادم في هذه اللحظات، ولكن الله يا مياسة هنا تنضم إلى خامس المراكز لهجن العاصفة هناك حمد بن راشد بن غدير، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط. الله يا طماعة تباعد ما بينها وما بين بقية المراكز. الله الله طماعة طماعة تطمع في الناموس في الانتصار هناك مع البداية لهجن الرئاسة. الله يا طماعة غادرت طماعة أعلنت التواجد أعلنت الإقلاع طماعة لهجن الرئاسة هناك مع البداية. راشد بن محمد بسم المنصوري أيضا يتابعها في هذا الانطلاق. الله يا طماعة مع اللحظات الأخيرة تذهب بالناموس تذهب بهذا الانتصار لهجن الرئاسة. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات وصول طماعة إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس والتانية لراشد بن محمد بسم المنصوري ثاني المراكز، وصول من هيبة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وثالثا ثالث المراكز وصلت شقرة لهجن العاصفة، ورابع المراكز كان الوصول من العفريت لهجن الرئاسة، وخامس المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من متحبة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام، أتت طماعة وانتزعت ناموس هذا الشوط بكل استحقاق من خلال أيضا أداها المميز وانفرادها على الصدارة. لحظات وصولها إلى خط النهاية والتوقيت الزمني 9 دقائق 12 ثانية و4 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة
والثانية لراشد بن محمد بسم المنصوري ثاني المراكز. كان الوصول مشاهدينا متابعين الكرام وصلت هيبة في ثاني المراكز وتوقيت الزمني 9:19 و5 أجزاء من الثاني. تانينا وناموس لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان والثانية لأحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي وثالث المراكز. كان الوصول من شقرة 9:20 وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس لهجن العاصفة والثانية لحمد بن راشد بن غدير.